فعلى كل حال احنا اكيد مش هنكتفي بده لان ده انجاز كبير جدا في الرياضه المصريه، فاحنا محتاجين مزيد من المعلومات. خلينا ناخد معانا على التليفون الاستاذ محمد ناجي الناقد الرياضي. يا استاذ محمد صباح الخير على حضرتك طبعا في البدايه. صباح الخير يا استاذ نعواند، وصباح الخير يا استاذ كريم. صباح الفل عليك. يعني مشاركة محترمة كده ومن أولها مبشرة، خلينا نعرف منك برضو يعني شايف إزاي النتائج لحد دلوقتي، وتحديدا لحد معاك بالكاراتيه وحصد عدد جيد جدا من الميداليات حتى هذه اللحظة اللي بنكلم حضرتك فيها، اتفضل. احنا لغاية دلوقتي محققين 5 ميداليات، 3 فضة 2 برونز، أعتقد إنه يعني حصاد عدد الميداليات رقم محترم، لأن طبعا لعيبه الكاراتيه اللي مسافرين كلهم ابطال وكلهم ابطال عالم، احنا كنا متخيلين منهم ان شاء الله يعني ان هم كانوا يجيبوا لنا حتى ميداليه ذهب نقدر ان احنا يعني نكون موجودين فيها بشكل كويس في جدول الميداليات. طبعا انتوا يعني تيجي عارفين قصه انه انت الترتيب النهائي بالنسبه للميداليات بتبقى ميداليه ذهب بتساوي بتفرق عن اي ميداليه ثانيه بتكون موجوده، حتى لو انت جايب 100 ميداليه من اي نوع ثاني من الفضه او من البرونز، الميداليه الذهب بتكون ليها الصداره وليها الاولويه. يعني احنا امبارح لو كانت ميداليات الفضه دي تحولت لميداليات ذهبيه كان زمان مصر في الصداره، لكن في الاخر احنا لازلنا بنبحث عن الذهب النهارده، واعتقد ان هو النهارده هيتحقق. طب على ذكر الميداليات الذهبيه يا استاذ محمد، لسه فريال اشرف هتشارك، وطبعا هي صاحبه ذهبيه طوكيو، فهل متوقع ان هي تحصد ذهبيه ايضا؟ اه مظبوط، هي فريال كمان القرعه جنبتها اللعب في الادوار التمهيديه، المفروض ان هي تبدا مباشره من دور الثمانيه، هتستنى الكسبانه من الماتش اللي هيتلعب ما بين اليونان والبوسنه، بطله اليونان وبطله البوسنه هيلعبوا مع بعض، الكسبان منهم هيطلع لفريال، واعتقد ان فريال يعني بنسبه كبيره جدا ان شاء الله تعدي الماتش ده وتقدر انها تنافس على ميداليه. يعني انا في رايي ان هي ان شاء الله تكون هتنافس على الذهب والفضه، وان شاء الله يكون يعني فريال ليها نصيب الاسد في البوز بذهبيه الوقت ده. هي بتلعب طبعا في ميزان 68 كيلو، بالاضافه ان النهارده كمان هيكون عندنا مشاركات مميزه في الكاراتيه، كل اللعيبه اللي هتلعب النهارده كلهم ابطال عالم، منى شعبان بطلة عالم وكانت ويوسف عماد وطه طارق، التلاتة كانوا مشاركين مع منتخب مصر في بطولة الدوري العالمي اللي كانت موجودة هنا في مصر، والتلاتة أبطال عالم مميزين جدا في موازينهم، كل واحد فيهم يقدر إن هو يجيب يعني مش هقول إنه حتى على الأقل يكون جايب الذهب، بس على الأقل إنه يوصل للفاينل ونلعب على الذهب والفضة. كويس جدا. طب انا عايز اسالك سؤال هختم بيه استاذ محمد، يعني لو كريم ما كانش عنده اسئله. دلوقتي احنا بنتكلم عن 19 رياضه مصر بتشارك بيهم، من ال 19 رياضه بيكون في بعض الرياضات اكيد اللي مصر بتبقوا مسافرين او البعثه بتبقى مسافره عندها احساس ان الرياضه الفلانيه والفلانيه والفلانيه الهدف فيها او الامل فيها اكبر ان انا اوصل ممكن للذهبيات كمان، فايه هي انواع هذه الرياضات تحديدا؟ طيب انا قبل ما اروح بقى للرياضات اللي احنا ان شاء الله يعني متوقع فيها او بنستهدف فيها ان احنا نحقق فيها انجازات، هو احنا اصلا اوريدي دلوقتي منتخب الطايره بيلعب مع منتخب مقدونيا ماتش مصيري، لان احنا امبارح اتغلبنا من منتخب ايطاليا، النهارده بنلعب مقدونيا لازم نكسب عشان نتاهل لدور الثمانيه، لا قدر الله اي نتيجه غير كده هنكون قصينا من البطوله. المنتخب لسه فايز حالا بالشوط الاولاني 25-23 على مقدونيا، وبقينا على قربة من التأهل، فاضل لنا شوطين بس نقدر ان شاء الله ان احنا نعدي ونقص الزجاجه ده ونتأهل على الاقل لدور الثمانيه، لانه لا قدر الله لو حصل اي نتيجه ثانيه غير كده هتكون في ازمه كبيره للكره الطايره المصريه، خصوصا في ظل المشاكل الاداريه اللي بتحيط الاتحاد الفتره اللي فاتت، وان احنا نستغنى عن خدمات الجيل الفني قبل انطلق البطولة ب 72 ساعة، فدي أصلا مشكلة كبيرة، يعني دي محتاجة ملف تاني أصلا ممكن نبقى نفتحه في توقيت تاني. نروح بقى لقصة البطولات أو الألعاب اللي احنا مترجتين إن احنا نحقق فيها ميداليات، فعندنا في اللعبة عندنا المصارعة، والمصارعة النهاردة أكتر من إيفنت في منافسة على الميدالية، يعني عندنا عبد اللطيف منيع هيلعب على الذهب مع بطل تركيا وزن 130 كيلو. عندنا 3 لعيبة هيلعبوا على الميدالية البرونزية اللي هم هيثم فهمي وعمر عبد الرحمن ونور الدين حسين، الثلاثة هينافسوا على الميدالية البرونزية، أعتقد إن شاء الله إن إحنا كمان هنحقق 3 ميداليات دول.
فالمصارعه من ضمن الالعاب اللي هي فرص رهان بالنسبه للبعثه المصريه في الجزائر او في وهران 2022. في اكثر من لعبه تانيه احنا عندنا الملاكمه ضمن الالعاب، التايكوندو، الجودو، كره اليد، ومنتخب اليد طبعا هيكون صحيح هيقوص تشريط مبارياته النهارده قدام ايطاليا. منتخب اليد الناس كلها طمعانه ان هو يكرر انجاز ميرتن اللي كان اتحقق في 2013، وان احنا جبنا فيه ميداليه ذهبيه، وكان طبعا على ايد يعني اسطوره من اساطير التدريب المصري والهاندبول كابتن عاصم السعداني. تنس الطاوله برضو يا استاذ محمد بيتهيألي يدخل برضو. لسه كنت هقول لحضرتك كمان عندنا صاره متابعاه يعني. طبعا لا هو كمان في مفاجاه جميله بالنسبه لنا، تنس الطاوله رجال وسيدات الاثنين اعتلوا صداره المجموعه. احنا تنس الطاوله سيدات كمان في يعني دي كانت حاجه كويسه جدا، انا حبيت اتاكد منها النهارده صباحا، انا سمعت بيها امبارح بالليل، ولكن حبيت استنى لما الموقع الرسمي بتاع البطوله يبدا يعلن عنها، انه منتخب سيدات تم تجنيبه ولعب دور الثمانيه وتاهل مباشره لنصف النهائي، فخلاص على مقربه من ان هو فاضل له مباراه واحده ويتاهل للفاينل كفرق. وطبعا الثلاثه من نجمات النادي الاهلي دينا مشرف وهنا جوده ومريم الهضيبي. لو هنكمل الالعاب اللي احنا مستنيين منها الميداليات، الهاند بول والعاب القوه والجمباز، تنس الطاوله ورفع الاثقال والسلاح، واتمنى التوفيق للرماه المصريين، لان الرمايه المصريه اعتقد ان هي ان شاء الله تقدر انها تحقق ميداليات. ان شاء الله كل ده هنرجع بقى يعني نتواصل مع حضرتك بخصوصه ان شاء الله في الايام القليله القادمه ان شاء الله، واحنا بنحتفل بالمزيد من الميداليات. بنشكرك جزيل الشكر استاذ محمد ناجي الناقد الرياضي.